شيئا فشيئا يتجه الجدل الناشئ عن إدراج التحالف العربي والحكومة إلى جانب الحوثيين في قائمة الأمم المتحدة السوداء لمنتهك حقوق الأطفال إلى ما يشبه الأزمة. فما أن رفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التقرير السنوي للممثل الخاص بشأن الأطفال والصراعات المسلحة فيرجينيا غامبا إلى مجلس الأمن حتى تداعت ردود الأفعال الرافضة لهذا التقرير. الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي دخلت على خط منتقدي التقرير الدولي، والحجة دائما هي أن التقرير اعتمد على مصدر أحادي في استيفاء البيانات. الصحافة السعودية تشن في هذه الأثناء حملة غير مسبوقة ضد الأمين العام للأمم المتحدة وضد المنظمة الدولية، متهمة إياها بالفشل في إدارة الأزمة الإنسانية في اليمن، تصعيد يراه المراقبون مؤشرا على ضيق الخيارات المتاحة أمام الرياض قائدة التحالف فيما يخص تعديل التقرير الأممي بما يضمن إخراج التحالف من القائمة السوداء على نحو ما حدث قبل عام. مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي أكد أن الرياض ستستمر في التواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة بغرض توضيح الملابسات حول تقريرهم الأخير. السفير المعلمي وفي تصريحات لجريدة الشرق الأوسط حث الأمم المتحدة على البحث عن مصادر قوية يمكن من خلالها استقاء المعلومات بشكل واضح، ولا تعتمد على معلومات غير دقيقة ومضللة بحسب تصريحه. من جهته، رأى سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض مبارك في تصريح للصحيفة ذاتها أن المؤسسات الإغاثية التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوى الانقلاب في اليمن عامدت إلى تزييف الحقائق واتهام الحكومة الشرعية والجهات المساعدة لها بعدد من التهم التي لا أساس لها من الصحة. هذه المرة يبدو أن المواجهة مع الأمم المتحدة تستند إلى ثبات في موقف هذه الأخيرة تجاه ما تراه انتهاكات من جانب جميع الأطراف في حرب اليمن، أمر قد يصعب مهمة التحالف في الإفلات من القائمة السوداء.